انت واحدة غبية، انا شلون وثقت فيكي ما بعرف. هاي حني رجعت وموسم القطر راح منا، والتجار ما عادوا يتعاملوا معنا، والعيون صارت مفتحة علينا، كله بسبب غبائك واستهتارك. انا عملت لي بادر عليه، شو عرفني انه الامور رح توصل لهالمطرح؟ ما هاي المشكلة، انك لا بتعرفي ولا بتقدري اللي عندك، لا بتعرفي نقاط الضعف ولا بتعرفي نقاط القوة، ما بتعرفي شي، غبية. هلأ جاي عم تحكي هاد الشي؟ أنا كم مرة نبهتك من حنة؟ كم مرة قلت لك إنه ما رح تتركنا بحالنا؟ وقلتي لي تركيني أنا بتصرف، وقلت لك إنه زمرودة رح تقله لجاد باشا، وقلتي لي تركيني خليني أتصرف، وما عملتي شي. جاي هلأ عم تحطي كل الحق علي؟ صرتي تعرفي تجاوبي، نقلعي من هون، ما بدي شوف وجهك، ما تجي لعندي إلا بعد شهرين حتى تهدى النفوس. يلا روحي. معلمتي، نحن ما عاد إلنا خبزة هون، لازم نلاقينا شي قرنة بعيدة نروح نلحش فيها، نروح على حلب، على مصر، على الموصل، المهم ما نبقى هون. والله ما عاد إلنا خبزة هون، والله إن شاء الله. كارين ما عاد بدها ياكي، ورجع عالخان ما عاد فيه. كارين بدها يعني، بس هي عم تربيني. منيح لي ما سلمتك للحكم دارية، قليلة اللي عملتي فيها. حاجتك مكابرة معلمتي، حاجتي. أنا ما عم كابر يا ليمون، بس والله ما لي عرفانة بدي حط الحق على مين، على زمرودة ولا على هاشم الكلب ولا على حنة ولا على كارين اللي قعدت تلعب فيني ولا على جاد ولا على حالي. أنا الحق علي، أنا اللي عملت بحالي هيك، بس أنا من هون مو متحركة. يا عالشام يا عالقبر، ورح آخذ حقي منهم كلهم، عم تفهم؟ والله شغلي بتحط الحق بالكف، يعني ليش اجى لعندي انا خصنص؟ وجا لعندي؟ الله يستر من هالبلوه اللي بدنا نبلى فيها.